26%. جميل، 26%. ماشي. طيب والمستويات العليا 10 على 50% هيبقى 20%. تمام. طب نجمع كده يا جماعه، ها نجمع كده الكل مع بعض هيبقى 100. تمام. يبقى انا قدرت احدد الوزن النسبي لاهميه الاهداف كل مستوى على حده. تمام. طيب الخطوه اللي بعد كده بقى، انا عاوز احدد عدد الاسئله في كل مستوى من مستويات الايه التعلم او مستويات المجال المعرفي، نحددها ازاي؟ طيب انا عندي ثلاث حاجات اساسيه، الوزن الايه نسبي لاهميه الاهداف مع الوزن النسبي او نسبي الاهميه للموضوع في عدد الاسئله. هفترض ان عدد الاسئله عندي 50 سؤال، الامتحان مثلا اللي انا هحطه هعمله من 50 سؤال. طبعا انا ايه احنا عاملين فور اكزامبل، ماشي، مش ماشيين على الايه على عدد الاسئله المطلوب بالظبط، انا بدي كمثال وناخد دوت الجزئيه 50 50 بوينت يعني 50 جزئيه 50 مفرده. تمام. 50 جزئيه. طيب فانا عندي 50. طيب نحسبه ازاي بقى؟ فقال هنجيب الوزن النسبي لاهميه الاهداف اللي هو مثلا في كل مستوى اللي هو 30% ضربا مضروبا في الوزن النسبي لاهميه الموضوع في عدد الاسئله. طب تعالى نجربها كده في كل واحد. نضرب يعني 30 في 26 يعني في 50؟ 30 من 100. 30 من 100 نضرب كده يا جماعه، 30 من 3 من 10 في 26. تمام. في عدد الايه؟ في عدد جزئيات الاسئله. شوف كده هيطلع لك قد ايه؟ يعني هنضرب 30 من 100 في 26 من 100 في 50. في حد مش كاتب اسمه؟ هيطلع لنا قد ايه؟ 3.9 من 10. طب لو حبيت اقرب هيبقى 4. يبقى في اول وحده المطلوب مني 4 اسئله هيتحطوا على جانب التذكر. طيب لو حبيت اروح للوحده الثانيه واجيب عدد الاسئله فيها هضرب نفس الكلام 30 من 100 في 32 من 100 في 50 سؤال. اطلع كام يا جماعه؟ المفروض ان حضرتك تعملي جدول المواصفات دوت. ها؟ هيبقوا كام يا جماعه؟ 5 اسئله بالظبط كده، هيبقوا 5 اسئله. طب نكرر الموضوع، 30 من 100 في النسبه الوزن النسبي لاهميه الموضوع في 50، يطلع لنا 30 من 100 في 26 من 100 في 50، يطلع لنا ها 30 من 100 من 100 يا جماعه، ما تنسوش من 100. نعم في سوري 30 من 100. ايوه ما في الاهميه اللي هو 42 26 42 يعني 30 من 100 في 42 من 100 في 50 هيطلع كام؟ 6 اسئله. يبقى عدد الاسئله يبقى كده جانب التذكر. تمام. هيبقى في الوحده الاولى 4 اسئله او 4 مفردات، 5 في الوحدة الثانية، 6 في الوحدة الثالثة. تمام؟ جميل كده؟ طيب تعالى نخش على المستوى اللي بعده اللي هو مستوى الفهم. طبعا المفروض نفس الفكرة بقى هتمشي. نفس الفكرة بس المفروض ده بيتعمل على شريط الإكسل. ما بيقعدش بقى إيه؟ حضرتك ما بتقعدش تحسب الموضوع ده كله، بيبقى معادلات وهو يبدأ يطلعها مباشرة، مجرد إنك تحط له قيمة يبدأ يطلعها له. بس احنا شغالين هي ده مالها جميله اهي، قمت هتطلع لنا وهتلاقيها في الاخر. تعال بس نمشي لحد اخر الجدول هتلاقي الموضوع بسيط جدا وفهم جدا. طيب المفروض ان ايه كده الشكل الاخير. طيب تعال نجمع عدد الاسئله ونشوف احنا ماشيين صح ولا لا. نجمع كده يا جماعه، اول واحد كام؟ 13. ها والتاني؟ والتاني 16. والثالث 21. طب نجمع الاسئله دي كام؟ 50. ده كده الجدول، جدول المواصفات المفروض يكون بالشكل ده. ده كده جدول المواصفات. طيب معتمد على ان حضرتك تحدد عدد الحصص في كل وحده من الوحدات
احدد نواتج التعلم في كل مستوى من مستويات التعلم واجمعها واجمع عدد الحصص، وبعد كده ابدا اجيب الاوزان النسبيه للاهداف والوزن النسبي لاهميه الموضوع، وابدا اعمل عمليه ضرب. هنا انا عاوز اجيب الوزن النسبي لاهميه الموضوع، هقسم عدد الحصص في كل وحده من الوحدات على العدد الكلي في 100، هيطلع لي الوزن النسبي او نسبه اهميه الموضوع في كل وحده من الوحدات، واكيد الناتج في الاخر هيكون 100% عشان اتاكد ان انا صح. بعد كده هجيب الوزن النسبي لاهميه الاهداف، هجيب عدد او نواتج التعلم في كل جانب او في كل مستوى من مستويات المجال المعرفي، واقسمها على العدد الكلي لنواتج التعلم، تمام؟ وبعد كده اضرب في 100، فمثلا هنا قسمنا 15 على 50 في 100 طلع لي النسبه اللي هي 30%، قسمنا 12 على 50 في 100 طلع لي 24%، وهكذا. وهتلاقي برضو موضوع مجموع الاوزان النسبيه لاهميه الموضوع. صلي على النبي. بعد كده عشان احدد عدد الاسئله ببدا اضرب بقى الوزن النسبي لاهميه الاهداف في الوزن النسبي لاهميه الموضوع في عدد الاسئله بتاعي. هيبدا يطلع لي عدد الاسئله في كل ايه، في كل مستوى او في كل وحده على حسب المستوى بتاعي. يعني انا لو ضربت 30 من 100 في 26 من 100 في 50 في عدد الاسئله، هيبدا يطلع لي عدد الاسئله في مستوى التذكر في الوحده الاولى. نفس الكلام 30 من 100 في 32 من 100 في 50، هيبدا يطلع لي عدد الاسئله في الوحده الثانيه، وكذلك في الوحده الثالثه. طيب نيجي على اللي بعدها، نفس الكلام لحد ما الجدول يخلص. هتبدا تلاقي ان عدد الاسئله في كل وحده من الوحدات لو جمعناهم مع بعض هيديني عدد الاسئله الكلي للاختبار التحصيلي بتاعي. يبقى انا قدرت احدد عدد الاسئله في كل مستوى. السؤال اللي هيكون على جزئيه التذكر كم عدد اسئله فيه؟ عدد الاسئله على جزئيه الفهم، على التطبيق، على المستويات العليا في كل وحده من الوحدات، وبالتالي تقدر تطلع الشكل الاخير للامتحان بتاعك.